بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض دروس سي بلس بلس. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده في الفانكشنز، وهي البيلت ان فانكشن. يعني ايه بيلت ان فانكشن؟ يعني فانكشن موجوده جوه البرنامج انا بستدعيها. زي ايه؟ زي السي ان والسي اوت، ما دول فانكشنز موجودين جوه البرنامج انا بستدعيهم. عشان استدعيهم كنت بحتاج اعمل انكلود للهيدر بتاعهم، للفايل الاساسي بتاعهم، اللي هو مين؟ الاي او ستريم. هنتكلم النهارده عن هيدر تاني، حاجه اسمها انكلود CMath. ايه CMath دوت؟ CMath دوت عبارة عن هيدر خاص بالدوال الرياضية. زي ايه؟ طبعا انا مش هقدر اقولهم كلهم، بس هنقول جزء منهم كده عشان يعرفنا الدنيا ماشية ازاي في الدوال ديت. هقول له سي اوت يا سيدي لدالة اسمها سكيرت، يعني جذر تربيعي. لمين؟ لاتنين، بلاش اتنين عشان اتنين ملهاش جذر، نقول لستاشر. سكيرت دي بتاخد مني رقم فلوت، ما بتاخدش رقم صحيح، تمام. وهعمل له اند لاين، وهعمل ران كده دلوقتي، طلع لي اربعة. طيب ممكن اجي اقول له سي اوت لباسورد لباور، سوري، باور بتاع مين؟ اعمل لي يا سيدي 3.3، هيجيب لي هنا الأس أو الباور، يعني بيرفع لي أس الحاجة، هيجيب لي التلاتة الأولانية دي أس 3. الرقم الأساسي زي ما انتوا شايفين دبل، الرقم اللي تحت اللي هو البيز بتاع الأس دوت لازم يبقى دي دبل. الرقم اللي هو اللي بيتحط فوق في الكسر لا، مش لازم يبقى دبل. يعني ممكن أجي أقول له بدل 5.0 أهو، واعمل ران، هلاقيه طلع لي 125، اللي هي 5 أس 3. في عندي كمان فانكشن مثلا الساين والكوزاين الخاصين بالعمليات اللي هي بتاعت الزوايا. ممكن اقول له ساين اوف اي رقم، ساين اوف 90 اهو، جيب لي الساين بتاع درجة 90. طبعا هي ما ينفعش تتحط في سي اوت، بس علشان خاطر الارجمنت بتوعها يتظبطوا. في مين غير الساين؟ ممكن نقول ابس الخاص بيه نيجاتيف 9. ابس دي بتعمل ايه؟ بتجيب لي الابسوليوت فاليو. ايه الابسوليوت فاليو؟ عارفين اللي هي الحدين اللي كنا بنحطهم في الماثماتكس العاديه، ان انا بحط خطين جنب الحاجه عشان لو الحاجه جايه لي نيجاتيف يحولها لبوزيتيف على طول، بتشيل العلامه بمعنى اصح، بتشيل الاشاره. في عندي حاجة كمان اسمها فلور، اعمل بس هنا اند لاين علشان تبان العملية، وهنا اند لاين. لو بصينا كده هنلاقي ان اخر واحدة دي عملت ايه؟ شالت لي الكسور. يبقى فلور دي بتحول لي الدبل بتاع الانتجر. ابس شالت لي العلامة بتاعت النيجاتيف. الباو جابت لي الباور. السكيرت جابت لي الجذر التربيعي. في عندي بقى الساين والكوزاين والتان والكوتان والحاجات دي كلها موجودة. عندي حاجات كتير خاصة جدا بالتقريب، عندي دوال خاصة بالعمليات العشوائية او الارقام العشوائية. الفكرة هنا ان احنا عرفنا ان في كلاس اسمه CMath. CMath دوت شايل حاجات اساسية بتاعت الرياضة، عمليات اساسية. في حاجات على فكرة ليها علاقة بالمينيموم والماكسيموم. لو دخلنا على اي سيرش انجن وكتبنا جواه سي ماس فانكشن ان سي بلس بلس، هتلاقيه طلع لك ليست بكل اسماء الفانكشنز اللي موجوده جواه، تمام. سي ماس مش الكلاس الوحيد، بس هو من اشهر الكلاسات اللي بنستخدمها. هنتعرف في دروس جايه بعد كده على كلاس تاني اسمه سترينج. يعني في كلاسات تانية كتير هنستخدمها في حياتنا، بس دول الاساسيين اللي عندنا دلوقتي. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.